متعلقه بشخص وكلمتيه قبل كده وبعدين بعدتي وبعدين ما انتش قادره فعايزه ترجع، ما ترجعيش ترجعيش يا بسنت ارجوكي عشان خاطر اسمعي من ماما هاله، اسمعي من امك انا زي والدتك، ما ترجعيش. ليه؟ انا بتعلق بحد، احنا ما احنا اصل احنا قلوب برضو، والحريم ايه؟ بص قلوب، الحليم قلوب. وخلي بالك السؤال ده مهم جدا، وبنتأثر وممكن تتعلقي بشخص تعجبي، تمام، كلامه وطريقته مش عارفه ايه الحاجات دي، اتعلقتي بيه وغلطتي وكلمتي، دي غلطه. قبل ما نتعلق، امتى التعلق والاعجاب ما يطلعنيش بره اطار ان يتاخد على ميزان سيئاتي، الملك يكتب لي سيئات؟ امتى؟ لما ما تبعوش بعمل، موجي اصدق اعمل قلب على الكومنتس بتاعه او على الصوره مثلا على الانستا، غلط. ده اسمها خطوات. فالاصل ان انا ما اتبعش الخطوات. السؤال ده مهم وركزوا معايا يا بنات فيه. طيب وقعت في الغلط وكلمته، اتعلقتي، خلاص طلعت حبال من قلبك، مسكت في حبال قلبه، هو صادق ولا لا؟ والله بيحلف، ده انا مصدقاه، مش عايزه اقول من هنا من هنا الدنيا التانية. لا طب صادق بجد، واعرف شاب والله مكلمني صادق بجد، ماشي، بس قال ما تخونش الله عز وجل فيه. يعني ايه اصلا كلامك معاه خيانه لله سبحانه وتعالى فيه، حتى لو هي، حتى لو هي الشخص. فالاصل ايه؟ انتظر عشان لما تخلص كون حالك روح اتقدم. طيب عايزه ارجع له تاني، هي عرفت ان ده غلط وخلاص قطعت الدنيا وعايزه ترجع، ما ترجعيش، هو ليك. المراه محل طلب، انت اللي جالك يا قطه، انت يا بيضه يا عسوله يا جميله يا سمراء يا قمحويه يا زي الفل، انت اللي جالك. المراه محل طلب، يجي ويخش البيت، صادق هيخش، صادق هيجي يخش ويخبط ويكلم الاب ويعمل ده الصح، خلاف كده فنكوش صدقوني. مش عشان ممكن ما تعمليش حاجه غلط، تمام، وانا واثقه فيكي مش هتعملي حاجه غلط، ولا هو يعمل كذا ومجرد بس ان في حاجه في قلبك كرش عليه بقى، ما دام قلبك مكسور برضه وهتفضلي تتعلقي بيه اكتر وكده. انا مش عايزه كسره قلب، بتوجع بتوجع، لا مش هتتحقق. طب ما تتحقق، والله ان كان خير ياتي به الله. الزواج الحاجه الوحيده اسمها ايه؟ رزق. الزواج رزق يؤتى بطاعة الله. حصلت فيه معصية بيحصل حاجتين، التعلق والإعجاب. لو حصل فيه معصية، تتبع الجوارح بشات أو بكلام أو بكلمه أو بعمله أو بكذا، طول ما هو في قلبي وبدعي ربنا يا رب لو خير كذا كذا، بعد الأمر من قلبي يا رب وعلق قلبي بيك وحدك يا رب وبالخير كله، تتبعه عمل جوارح بيحصل حاجتين، كسرة قلب ويقبى الله هتكرمه. ده انا كنت بحبه، تقول لك مش مصدقه ولا ده انا كنت بحبه، ده الكره ليه؟ اصلها كانت معصيه فده شؤمها. ليه؟ مش حلال. طب الحلال ربنا يبارك فيه ويبارك في الحب ويبارك في المشاعر، تلاقي حاجه قليله وقلبك راضي وسعيده وخمس الهرمونات بتوع السعاده، الدوبامين والاندروفين وكله مفروض خلينا سعيده. الحلال عشان كده الحرام عمره ما بيشبع، ويسالني وانا بكلم فلانه او رجعت اكلم فلانه يبقى انا كده، لا يا ابني انت مش لاقي السعاده هنا، حرام. طب انا بكلم علانه وبكلم علانه وبعمل كذا، ما هو عشان حرام، حرام. انت السعيد والله، والله اللي انا بقوله لكم ده صدق يا بنات. لو انت ولو انت يا دي الشاب بتكلم في الحرام مش هتشبع، تلاقيك اثنين وثلاثة، مش عشان انت وحش وعيل اي كلام وتبقى صورتك، لا، علشان انت مش لاقي السعاده. السعاده بتيجي من الحلال. حتى اللي بيبقى متجوزين يكلم واحده واتنين وشايف كده ومش مبسوط ولسه بيدور وتقول ده انا، ده انا عيب، ده انا راجل وحش. انت مش عشان راجل وحش بس، لا مش عشان كده، عشان انت مش لاقي اللذه بتاعت السعاده بتاعت الامر بالحلال. للي يجي ويخبط ده يبقى عايزك بجد، ويكلم الاب ويكلم، خايف من ابوك يكلم امك، اخوك، خالك، ها، حد يبقى في قلب البيت.